وسهلا الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ اموركم هانيه؟ مبروك عليكم العواشر، ومبروك عليكم سيدنا رمضان اللي راه تيدق علينا. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبكل ما تتمنوا. المهم اليوم جيت بغيت نتقاسم معكم واحد المشتريات. راكم عارفين بنادم مولف، ملي تيقرب رمضان ضروري خاصنا نشريو ليه الباروك ديالو. وانا شريت درت شي تقديه، واخا راه الحجر الصحي غير انا تقديتها اونلاين، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معاكم ومنها نوريكم فاش غادي نستعملهم. المهم دابا اجي معايا نوريكم كل حاجه، فين غادي نديرها، واش غادي ندير فيها، والثمن راه غادي نخليه لكم في خانه الوصف، ولا من بعد فيديوهات اخرين راه اي حاجه غادي نعطيكم ثمنها، لان كثار ما نقدرش، ما بقيتش عاقله حتى على الثمن، ما نكذبش على راسي حتى الثمن ما بقيتش عاقله عليه. المهم دابا اجيو معايا نوريكم كل حاجه فاش غادي نستعملها انايا. المهم دابا الغزالات ديالي غادي نتقاسم معكم المشتريات اللي قلت لكم، وغنوريكم انايا من بعد كل حاجه اش غادي ندير فيها. المهم اول حاجه اللي خديت هي هاد لي بوا ديال لي رونجمون اللي تنقدروا نستعملوهم في بزاف ديال الحوايج. انا دابا وريتكم، ومن بعد غنوريكم انا اش غادي ندير فيهم، ومزيانين حتى من ناحيه يعني ساهلين. بغيتي تحلي بحال هكا تقدري تحليها، بغيتي تحليها غير هكا كما بغيتي، يعني فيها جوج اشكال ديال الحلان. المهم انا هادو خديت منهم ثلاثه، وخديت هادي كما تتشوفوا معايا. هادي راكم عرفتوا في رمضان بنادم تديها كيكه، ديروا ديطاغ، ديروا بزاف ديال الحوايج، يعني هادي مزيانه تديري فيها حتى الا بقات تتغطيها وتتحطي. وخديت هادو حتى همايا، هادو واحد بحال سميتهم تيكيات، بحال مثلا انا هادي غنكتب ندير فيها الكسكسو، حتى ناخذ وحده وندير فيها السميه ونحطها، يعني تجيك ساهله بلا ما تبقاي تقلبي، ولا غير بحال مثلا بنتي بغا في الدار بغات توجد شي حاجه، وبحكم انا ولادي ما تيعرفوش يقراو العربيه، يبا انايا نقدر هادو دابا تنشدهم نلصقهم. المهم انا غنوريكم هادو غير غير قلت لكم ليش، ومن بعد انا غنوريكم كيفاش غادي ندير ليهم. وهادو واحد ليمول ديال الفران اللي تتقدروا تستعملوا فيهم اي حاجه، ديروا فيهم كيش فرديين، ديروا فيهم سميتهم يعني اي حاجه تدخل الفران ديال فرديه تقدروا ديروهم. هادو هما ورا كبار، انا خديت فيهم اربعه، هي خديت فيهم انا خمسه، ولكن الكوموند هرسوا لي وحده مي ماشي مشكل. وهذا البريق ديال الحليب اللي في رمضان كاين الناس تيشربوا اتاي، كاين الناس تيشربوا القهوه، هذا بريق يعني بلا باش بنادم يدير غير واحد القياس ديالو ديال الحليب. وخديت معاه انا غير جوج طاسات صافي، انا وبنتي، انا ولادي الاخرين ولا راجلي ما تيشربوش القهوه، يعني سمحوا لي خديتها غير انا وبنتي الكبيره. راه غتنضحك معاكم، راجل راه تيشرب القهوه غير هذا ديال بنتي. وهذه خديتهم هادو، تقدروا دير فيهم الزيت، تقدروا دير فيهم فينيغريت، اي حاجه يعني. المهم بنادم في عوض فاش تجيبي قرعه الزيت وتتحطيها، هادو يعني منها حتى في الديكور زوينين، تيعطيو للطابله واحد اللمسه زوينه، بلا ما تبقى تجيب قرعه الزيت، جيبي لاصو، جيبي هذا، تديري داكشي وتتحطيهم، يعني انا بالنسبه لي انا عجبوني. وهادو كما تتشوفوا معايا هادو زليف، تقدري ديري فيهم على حسب حريره شوربه، تقدر اي حاجه ديريها فيهم، لان الشكل ديالهم ميم سلطات فرديين تقدري ديريها فيهم، لان انا نوريكم وحده كيفاش دايرين، هما كاريين. المهم كما قلت لكم كي تتشوفوا معايا الشكل ديال هادو ماشي زليف دايرين كما مولفين، هادو كاريين، يعني اي حاجه، هادو ميم سلطات فرديه
بنادم ما بغيتيش ديري في الطبيصلة تقدري تحطيهم في هادو، تقدروا ديري فيهم الروز، يمشي مع اي سيغي ديال الطباصل في الابيض في الكحل، يعني زوينين هادو الستيل ديالهم بحال ديال الشينوا. المهم هادو انا خديت فيهم جوج، وهادي راكم عارفين رمضان غسل الربيع غسل الكرافس اي حاجه، هادي تدير فوق لافابو فاسيل بلا ما نبقى جبد الشبكه ولا هذا، هادي سهله راه حتى في المغرب حنا عندنا، وهنا في اوروبا راه معروفه اصلا، معروفه في ايكيا، هادي غنيه عن التعريف، وفي المغرب حتى هما راه عندهم هادي. وهادو قراعي تقدروا ديروا فيهم كاطو كوكيز بومبو اي حاجه عندكم زعما، تقدروا ميم تقدروا كونتيتي صغيره ديال الدقيق تقدروا تستعملوها فيها، يعني واحد باش تعجبني انا ايكيا، يعني اي حاجه تقدري تلعبي بها فاش ما بغيتي، ما ماشي تتفيكسيك في حاجه واحده. هاد القراعي كما قلت لكم اي حاجه بغيتوا ديروها فيها ديروها فيها. وهنا كي تشوفوا معايا هنا خديت واحد البواطة ديال ديفيرين اللي على هذا الشكل فرديين، بغيتو دير فيهم تحليات دي تيراميسو، يعني بلا ما حنا بسيرتو في رمضان في الايام العاديه نقدر نستعمل فيغين كبار، اما في رمضان بنادم راكم تتعرفوا، هادو بالنسبه لي انا براتيك يعني مزيانين، كونتيتي اللي تتكون غير قليله وما بنادم ما غاداش زعما تشاط الدراري العائله، يعني انا هادو بالنسبه لي انا عجبوني صغار يعني زوينين. انا خديت فيهم باكيه تتبع بحال هكا فيها سته كما تتشوفوا معايا، ان بواط فيها سته ديال دي فيغين. وهنايا تقول لي انت المواعن وزيده، وهادو انا عجبوني مني درت الكوموند عجبوني، هادو دي غونجمو ديال الملابس الداخليه ديال، يعني بلا ما يبقى بنادم كلشي مليوح، هادو ايكيا مختصاصيه في هادو، يعني هادو عندها في الكبار عندها في الصغار عندها في الموين جميع الاحجام تستعملوهم فاش ما بغيتو. كما تتشوفوا معايا هادو ديال لي طاس، هادو عندهم الطاس ديالهم هو هذا، يعني بالعبار بحال هكا بنادم فاش تاخدي طبيصيل ولا حاجه، هادو تيتبعوا في ايكيا ديال هاد لي طاس، منها تيعطوك حتى الديكور انا ما غاديش نعاود لكم نبقى نقول لكم الهضره، ايكيا ملي تدخلي ليها على الديكور هي اللي حاطه، يعني واحد الحاجه اللي ما نقولش ما نعاودش لكم عليها، انا تتعجبني على راسي انا بعدا تتعجبني ايكيا. وهادو نبدلوا شويه هادوك لي سوطاس اللي كاينين، هادو زوينين. المهم انا غير تنبارطاجي معكم، والبنادم راه كل واحد تيعرف. وهنايا كما تتشوفوا معايا خديت هنايا كيسان اللي غادي نخرجوا على الستيل ديال الكيسان العاديين، خديت انا هاد الكيسان على هاد الشكل بحال هكا في رمضان تحطيهم في الطابله. انا المهم هاد المواعن كلهم اللي خديت غنبارطاجيهم معاكم من بعد، اي حاجه خدمت بها غنوريها لكم. هادو كيسان بحال هكا العصير في رمضان نبدلو، غير تتبدلي الديكور شويه ديال الميده، مره تحطي هاد الكيسان مره تحطي الكيسان الاخرين، انا خديت هادو حتى هما، خديت انا فيهم باكيه فيها سته. والمهم هنا بغيت نوريكم اخر حاجه اللي خديتها، وهي هاد السيرفيس ديال الطباصيل اللي تتباع معروفه بايكيا، تتباع فيه الالوان فيه الغوز فيه الكحل اي لون بغيتوه، معروفين فيه سته من هاد النوع وسته من هاد النوع صغيره وسته من هاد النوع، يعني السيرفيس كله فيه 18 بياسه. هذا المهم انا ما بغيتش نقول لكم الثمانات، لان كاينه شي حاجه اللي عقلت عليها وكاينه شي حاجه اللي ما عقلتش عليها، على حساب
حيت تقديت انا غير باغ انترنيت، مازالكو كانت فاكتوره كل حاجه غنقولها لكم. وهذه اللي قبيله قلت لكم هادو في ايكيا تتباعوا على اربعه، باكي فيه اربعه، انا خديت فيه جوج باكيات يعني فيهم ثمانيه. المهم هذا اخر حاجه خديتها، هاد الصواني ديال ايكيا كما تتشوفوا معايا، راه معروفه في إيكيا، معروفين عند ايكيا فيهم هاد اللون الذهبي ولا البيض. انا خديت هذا عجبني، بغيت نحط فيه انا هاد هادو، راه ما راه حتى في المغرب راه كاينين اصلا، انا هادو شاريهم من المغرب من مرجان، تندير فيهم بحال هكا كما تتشوفوا معايا، ندير فيهم بيستاج، ندير فيهم كاوكاو، ندير فيهم يعني الفواكه الجافه كلها، التمر اللي بغيتي، وتيجي في الحطه زوين. يعني هادو مع ديال الدجاج وهذا في هاد اللون الذهبي تيجي في الحطه غزال. ونتمنى نكون هاد البارطاج اللي درت معكم ديال المشتريات ديالي يعجبكم، وإلا عجبكم واللي بغى شي حاجه ديال الثمن يقولها ليا ونقولها ليه انايا، نخليها لي في الفيديو، ولا مني نعود هكايا نستعملهم نقدر نقول لكم اي حاجه. واخر حاجه دابا اللي غنوريكم هما هاد لي بواط انا اش غادي ندير فيهم. المهم دابا كما قلت لكم هادوك لي بواط اللي انا شريت، وهادو التيكيات اللي وريتكم، هادو بحال دابا هكايا تيكونوا ساهلين لي فاسيل، تتلصقيه هنا وتكتبي عليها اللي بغيتي، بحال مثلا انا هادي غادي ندير فيها انا الروز، انتم كما تتشوفوا معايا كتبتها بالفرنسي وكتبتها بالعربيه بجوجهم، يعني ساهله بالنسبه لي انا. واكثريه هاد التيكيات سيرتو ملي تيبقاو هكا الدراري في الدار، وحنا حتى بنادم بحال مثلا انا خدامه وتندير بحال هادو، ولدي ولا بنتي بلا ما غيبقى يقلب وفينا هو الروز فينا هو هذا، تيمشي للبواطنيشان تيهز تياخذ داكشي اللي بقى. انا دابا بحال هادي كما قلت لكم غنستعمل فيها الروز، بحال دابا الروز بحال هاد الشكل هكايا، دي فوا تنشريو تنقضيو منو بنادم تيعقدو تيديرو، لا انا بالنسبه ليا انا ما تنحملش بحال هكا، خاصني انا ندير هذا الروز ولا لي بات بجميع الاشكال ديالها ولا كسكسو ولا سكر نشدو، تيعجبني نديرو هكايا في لي بواط منها ما يبقاش في هاد لومبالاج ديالو، ومنها تيبقى ما تيشدش حتى البلاصه، يعني تديري في بواطه وتضطر فيه. مثلا دابا هاد الروز تنشدو تنديرو بحال هكايا، شوفي مثلا انا هادي تتهز فيها اطرو وشي حاجه، يعني غتقدر تاخد ليا كيلو ديال الروز، والديكور تيبقى غزال كي تتحطيه في البلاكار، حتى في البلاكارات ديالنا تيبقى حتى داك الديكور زوين، الغونجمون مع التيكيه مع كلشي، يعني تيعطي الديكور للبلاكار زوين. انا هذه غير واحد الحاجه اللي زعما بغيت نتقاسمها معاكم، لان الاكثريه ديال الناس تيخليو بحال هكا تيشريو الماكله ولا هاد الشيء ديال المعجنات ولا كيما دابا الرز تيستعملوا منه شويه، والاخر تيخليو هكا. انا ما تيعجبنيش، انا تيعجبني ندير هاد لي بواط، انا تنستعملهم بزاف، والفيديوهات ديالي الجايين ان شاء الله دائما غتلقاوني عندي تنستعمل هاد لي بواط. المهم القرعه اللي قلت لكم قبيله اللي متعدده الاستعمالات هانا غنوريكم دابا انا اش غادي ندير فيها.
تجي الديكور ديالك تيجي غزال. مع درت فيها انا ثلاثه اشكال ديال البومبو، تقدروا نتوما ديروا فيها اي حاجه بغيتوا، راه يعني هاد القراعي بحال هكا راهم عديدين الاستعمال. انا درت فيها بومبو. نتمنى هاد الفيديو ديال المشتريات ديالي اللي بارطاجيتهم معاكم نتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ما تنسونيش بالتعليق ديالكم الغزالين، اللي تنشكر اي واحد يخلي لي اي تعليق، واللي ما مابونيش عندي يتابونا، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.